تحياتنا لكم متابعينا ومتابعاتنا عزيزين عزيزتنا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الطيبه طيبه بناسها طيبتها باهلها. احنا اليوم موجودين من ايام الشهر الفضيل من رمضان كريم في بلد برنامج مرحبا بك هلا، في بلد حكينا ولا الطيبه وطيبتها وناسها. فتعالوا تنشوف اجواء الناس والليالي من شهر رمضان، وتعالوا تنستمتع مع بعض وهلموا بنا. يلا شو رايكم عصركم حبه برتقال هيك مرتبه هسه بعد الفطور هيك طيبه، تحطوا عليها بس حبتين ثلج هيك وشوفوا كيف. شوفوا كيف، شوفوا كيف. السلام عليكم، مرحبا بك. عمت بخير، رمضان كريم يا محترم. علينا وعليك الله يعزك ان شاء الله. حي الاجويد الله يديمك. تفضل يا باشا. انا جد والله يا الله، شوفوا الكرم والجود بالطيبه، يعني اول واحد فتنا عليه جود من الموجود يا ابو الجود. شو اسم المحترم؟ نور الله يعزك. الله ينور دربك ان شاء الله دائما وابدا. نور كيف طمني اجواء رمضان؟ والله الحمد لله رب العالمين، فضل من الله، كل شيء تمام. كل شيء تمام الحمد لله. الحمد انت مبسوط؟ الله هدي بالك. والله الحمد لله، الله هدي بالك يا رب. والناس هنا بيجوا بالفعل بفرغوا طاقه هيك ومبسوطين. ها والله الوضع الحمد لله منيح، والاجواء منيحه الحمد لله، الامور منيحه الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا. يا اخي بدي اسالك سؤال، شيء طويل ولونه اصفر، شو هو؟ شيء طويل ولونه اصفر؟ شمس. ايش؟ ايش؟ شيء طويل ولونه اصفر؟ طب انا عارف جاي افتح جاي خيط لونه اصفر. خيط. طيب شيء طويل ولونه اسود، شو هو؟ خيط لونه اسود. لا خيال الخيط. خيال الخيط. تفضل. ايوه يا باشا، بارك الله فيك، شكرا، كل عام وانت بخير. الامان الله يعزك. بدي منك كلمه هيك حلوه لكل اهالي الطيبه وكل الناس اللي يعني ان شاء الله الله يهدي البال، رمضان كريم. الله يصلح الحال وان شاء الله تبقى سنه منيحه على الجميع المسلمين باذن الله والحمد لله. الله يهدي بالك، شكرا لك يا محترم. ديني ورانتي. شكرا على القهوه الطيبه، شكرا. مرحبا بك يا باشا. حبيبي شو اخبارك؟ سلامتك الله. رمضان كريم يا محترم. الله يسعدك حبيبي. رمضان كريم. يلا لموا بنا. الله يعطيكم الصحة والعافية، موفقين إن شاء الله، الله يعطيكم دائما للخير. يا أجي أسأل سؤال للباشا على رأسي يا معلم، لابد من كلمة حلوة. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. وين يا زلمة وحلت للمحترم؟ إنجليزي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يديمك. شو اسم المحترم؟ حسني كشكوش. يا مرحبا بك من الطيبة. كلنسوي. يا مرحبا بأهل كلنسوي. من وين المحترمين كلياتكم؟ من وين؟ طيبة باكر. يا مرحبا بالزلم، يا مرحبا، الله هدي بالكم إن شاء الله دائما لمتكم على خير. إحنا بنحاول نسأل بس إحنا عارفين عندكم هيك لمة حبايب، لمة ما شاء الله على بركة الله يا عبد الله، بس بدي أقول لكم كل عام بخير جميعا. الله يديمكم، السلام عليكم، الله يديمكم. هلا بيك. هلا بيك. كل عام وأنتم بخير. الله يسعدك وديمك، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك، شرفتنا. اهلا وسهلا. لك شرف عنا احنا، يسعدنا انه دائما هيك نكون مع امثالكم. يا مرحبا. ايش اسم حضرتك؟ عابر الناشر. يا مرحبا بك، من وين انت؟ من الاصل من الناصره وحاليا ساكنه في الطيبه. يا مرحبا. من الناصره نفسها؟ يافت الناصره. يافت الناصره، يا مرحبا. يعني اللي لسه شايفك من يافت الناصره بدي اعرف من اي عيله؟ سرحان. من دار سرحان. والبركه والبركه. كيف اجواء رمضان؟ طمنيني. كثير حلوه عن جد الحمد لله. أول شيء كل سنة وأنت سالم يا رمضان كريم. كل سنة وأنت سالم. وأنت سالم. شو اسمك أنت عمو؟ عمري. عمري إن شاء الله بتعمري يا عمري بعمر مديد إن شاء الله. وأنت يا باشا؟ فاروق. فاروق ما شاء الله، الله يحميهن ولادك، الله يخليهن. تسلم. الله يحمي لك إياهن. كيف شايفة أجواء رمضان؟ يعني كل شيء تمام هيك؟ لا إحنا في عندنا مطعم، مطعم أسكا دنيا. في كثير الحمد لله في إقبال، بنشتغل كمان على الطلبيات للبيوت، وكمان في استقبال عائلات ومجموعات في المطعم عندنا. الله يعطيكم ألف عافية، حبينا نحكي لك رمضان كريم يديمكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء. يا رب. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. أنتم بخير. هلموا بنا يا جماهيرنا، هلموا بنا. شو هالابتسامة الحلوة هاي؟ يا مرحبا بك. شو اسم المحترم؟ أمين حجي. يا مرحبا بك من الطيبة. أيوه. لبنان يعني. يا مرحبا بك. شو بتعمل حضرتك؟ أنا معلم. في معلم من مدرسة. أيوه. ومن المعلم وفيه التبجيلة. أهلين. هذا المعلم أن يكون رسول. كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله. الناس مبسوطة. مبسوطة الحمد لله. يا أخي الأولاد المدارس شو وضعهم؟ أنتوا راجعين على المدرسة هسا؟ يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الأربعاء فكرك بالله بتلاقي أولاد؟ إن شاء الله بنتأمل إن شاء الله. لا أنا إحنا بنقول الأولاد تحملوا حالكم وتروحوا على المدرسة. أستاذ إيش؟ أستاذ إيش؟ أمين.
استاذ امين بقول لكم تيجوا على المدرسه، بتيجوا على المدرسه مش ضلكم نايمين متعودين على الصار. ان انا بقول لك بما انه فيش التزام كل هالقد يعني عشان هيك إيه لا ان شاء الله برجعوا بهمه ان شاء الله برجع. خلينا بالوضع اللي احنا فيه. شو فطورنا اليوم؟ الله هدي بالك على الخفيف ان شاء الله. على الخفيف الخفيف بالصحه والهنا والعافيه. مرحبا بك، الله يديمك، شكرا لك، رمضان كريم. كملوا معنا. طلع طلع طلع، بدي احكي لكم شغله. يعني انتم هاي الاجواء ما بعد الافطار تبلش الناس تلتم لتيجوا يتحلوا ويجوا، الاجواء جميله. بدي اقول لكم شغله، لما بنطلع هاي الالوان كلياتها بنعرف هاي الوان موضه، الوان يعني خصوصا الملابس بلشت اليوم تنزل هاي لون التركيز، لون الاصفر، هاي الالوان المميزه انا بعشقها بصراحه. مش بس هيك، لما نذوق طعم البوظه بيكون بلون التركيز ويكون لون الزهري والاصفر، يا سلام، صحه والهنا والعافيه. كملوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، مرحبا بك، حيو النشامه، حيو الاجويد، حيو الطياب. هلا يا باشا، رمضان كريم. الله اكرم، الله يسعدك وديمك. شو اسم المحترم؟ محمد رباح عياد. يا مرحبا بك عياد الطيبه. الطيبه عافية الباشا. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك فيكتوري، صاحب محل فيكتوري. محل فيكتوري بدي اقول لك شغله، انا المزبوط خطف انظاري، انا كعمو خميس خطف انظاري. اول شيء جمال المحل، النظافة، لا والعرض المميز من ألوان البوظة. الله أكبر، الله أكبر. هاي البوظة بنعملها عنا، هاي شغلكم أنتم. أيوة شغل. طب تعال تعال تعال، إحنا لويش يلا هات شوف، أعطيني هاي اللي بتذوقوا فيها، بتذوقوا الزباين فيها. أيوة أنا بحب التركيز، التركيز هذا. شو التركيز هاي؟ شو طعمتها هاي؟ عندك اسمها ماستي. هاي البان ايوه، البزوقه قصدك؟ ايوه البزوق. هذا اللون التركيز هو هذا شو هذا؟ شو هذا؟ كليته شغل ايطاليا. هذا حامض ولا حلو؟ هذا حلو. الحامض عندك الليمون، عندك المانجو، عندك البروت يار والبسفلورا في ولا ايه؟ اليوم في مانجو، يوم مانجو، يوم بسفلورا. هذا كلياته انتم بتعملوه بديته شغل اليوم. هذا اللي شايفه هسه كله شغل اليوم. الحمد لله، بتعرف برمضان في اقبال منيح، الحمد لله رب العالمين. عن جد اشي من الاخر. هاي هسه ذوقنا هاي يا غلبك، زيد فضلك تكثرش لانه يا دوب انا بس احنا بنذوق. هاي شو طعمتها قبل ما اذوقها؟ نفس الاشي تقريبا، بس هاي بتيجي بلون ثاني كمان لذيذة. عندك جليدة مالحة. في جليدة مالحة؟ تعالوا يا عمي تعالوا. بوظة مالحة هات تكثرش. بيقلة مالحة، هاي البيقلة المالحة. وعندك طبعا بنعمل كثير خريف، عندك البفل، الكريب، البانكيك، اليوغورت، كله شغل يدوي هانا بنعمله على المحل. الكوكتيلم كمان، الكوكتيلم برضو الكوكتيلم. ويعطيك ألف عافية. يعني أنا بقول لك المزبوط الإشي ما شاء الله تبارك الله بجنن ممتاز. وكمان يعني مش عندنا النظافة، ماني واضح، مش حاجة تحكي يا جماعة. مش طلع طب أقول لك شغلة، حتى أنت هون زوايا المحل، طلع هذيك الزاوية اللي فيها براويز، عن جد هيك بتحس براحة نفسية لما تطلع عليها. الحمد لله. التسعيرة كمان مميزة الحمد لله، عاملة واضح للكل والله، تناسب الجميع الحمد لله. ولا إشي بتلاقيه مش محله، طلعوا القهوة، كل شيء بتلاقيه محله، كل شيء مرتب. أنا بدي أقول لك ربنا يوفقك ويفتح عليك نوسة، بتستاهل كل خير. البن آدم اللي بيقف على مصلحته بتجيب يا عمي، غير هيك انسى. الزبون عنده نظرة وبيعرف مين اللي تعبان على مصلحته. الزبون لما بفوت على محل متعوب عليه بحب. الحمد لله رب. أنا بشد عليك، مبروك إن شاء الله، لوفقك منها للأكبر منها. ورمضان كريم. رمضان كريم يا شباب. حيو الشباب. هسه انتم بتبلشوا تطلعوا طلبيات بعد الفطور؟ الحمد لله هسه ببلش عندك، بتعرف من بعد ما يصلوا التراويح الناس بتبدا تيجي لهون. ايوه. اي ساعه الناس احنا بنظلنا فاتحين للثنتين الناس بتظلها تروح وتيجي. اخر ايام رمضان لاي ساعه بنصير نطول ازيد؟ للعيد كمان. بالعيد بنظلنا لصلاه الفجر. العيد لصلاه الفجر، اما ايام العيد من الصبح. بعد العيد ايام العيد برضو من الساعه 5. من الساعة 5 العصر بعدها، بس بعد العيد بنرجع نفتح من الساعة 2. الله يعطيك العافية ووفقك إن شاء الله، شكرا لك يا محترم. مكملين يا متابعين، مكملين. يا باشا كيف حالك؟ الحمد لله. نسألك سؤال، شو اسمك بالأول؟ عبد الحليم محمد عياد. عبد الحليم، نسأل عبد الحليم سؤال. يلا طلع عبد الحليم. عبد الحليم نسألك سؤال، إيش لونه أصفر طويل؟ شو هو؟ زرافة. زرافة لونه أصفر طويلة. مقطة موز. موزة طويلة؟ يعني متوسط. لا يا زلمة، خيط لونه أصفر. في ألوان للخيط. طيب مزبوط. إشي طويل لونه أسود، شو هو؟ إشي طويل لونه أسود، شو هو؟ حبل. حبل؟ حبل لونه أسود. لا
خيال الخيط الاصفر. يا باشا حبيبي كل عام بخير. الله يديمك ويعطيك الصحه والعافيه. كل عام بخير. البوزه المالحه عن جد بحياتكم سمعتوا في بوزه مالحه؟ انا بقول لكم هنا في بوزه مالحه بجنن المحل فيكتوري الطيبه. يلا كملوا معنا. يعني شوفوا بن بهارات مكسرات، وكيف لما تيجوا اول ما بتمرقوا من باب المحل بن وبهارات ومكسرات والروايح. يا سلام، انا بقول لكم شغلي يا عمي والله ما قاعد بهلم عليك ولا قاعد بمثل، بالفعل ريحه البهارات نكهتها خاصه، وخصوصا انك انت بتمرقوا من الشارع من محل بهارات هيك اشياء لذيذه وطيبه. وهذا المكان الجميل، خليني اسكت واشم شوي استمتع، الحق استمتع بالروائح الحلوه. على فكره كلكم بتعرفوا بالفعل هاي الروائح كيف لما بتفوتوا على محل ريحه البهارات والمكسرات والقهوه، ما شاء الله هيك ترتيب حلو عجبني والله عجبني. تعالوا تنشوفوا هنا مكسرات يا باشا. يلا هذا بزر مالح ولا عم الحاج؟ الله يديمك ويعطيك الصحة والعافية حبيبي. الله يخلينا إياك. رمضان كريم يا محترم. أكرم حبيبي. الله إن شاء الله هدي بالك أبو العبد. الله يسلمك. الله يمد بعمرك ويعطيك يا رب. كيف الأوضاع طمني؟ والله نحمد الله الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم يا محترم. الله أكرم حبيبي. الله يسعدك. بدي أسألك سؤال، كل ماله الإشي بتطور أكثر، يعني زمان أنا بتذكر قبل 15-20 سنة كنا نأخذها حب كرتونة التمر أو كيلو التمر أو كيلة المشمش وخلصنا. اليوم صار تفنن بأنه يصنعوا الإشي ويبيعوه، صح هيك الإشي صار أكثر؟ أكيد الناس بتحب تتطور، بتحب نحب نبتكر أشياء جديدة طبعا. وهذا المحمص إلك أنت؟ الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا. يا أخي هاي المكسرات الجميلة، يعني مثلا هاي حبة الفستق حلبي، هاي حبة الفستق حلبي إيش مثلا؟ شايف عليها إشي؟ هاي حبة فستق حلبي من حمصها مع بهار خاص فيها بهار خاص. البزر اللي بتعملوه مالح ومش مالح؟ يعني السؤال، المالح بتزيدوا ملحه وكيف بلزق عليه؟ بتحطوا عليه طحين يعني إشي؟ لا إحنا بنستعملش الطحين هين بالمرة طبعا، لأنه في كثير ناس حساسة للطحين. اها حلو، بس كيف الملح بلزق على الهواء؟ لهذا سر المهنه، كل واحد عنده طريقته الخاصه. اللي بيسمعوا سكروا ذنيكوا، خصوصا اللي بدوروا على طريقته هاي المميزه. محمص ايش انتو؟ احنا محمص النخيل طبعا. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يخلينا. شايف الناس هيك باجواء رمضانيه حلوه السنه الحمد لله. نحمد الله الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله ربنا يمرق الامور على خير ويصير هدات بال، وان شاء الله يبارك على خير ان شاء الله ويهدي يمرق العيد. وكل عام وانتم طيبين ان شاء الله. وانت طيب حبيبي. الله يسعدك. الله يديمك عم ابو العبد يا باشا. السلام عليكم متابعينا. بعد ما احنا كنا هيك كم محل بالطيبه وشفنا اجواء الطيبه وناس الطيبه، فبدي اقول لكم جن الهواء الف مره طلع درجتين، ومع كمان الف سكن على شط البحر، والشاطر في كل امان، واللي بيلاقيني يوم من الايام بالطريق مشيان تعالوا قولوا لي شو هو جواب، عشان ممكن انت تكون واحد من الكيل اللي راح يلقطوها. عشان هيك روحوا انتم مخمخوا على فنجان قهوه، ركزوا شويه واحضروا وكملوا ورجعوا لنا. او 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 يلا فاصل وانا واصل. بعد الفاصل عدنا لنواصل معاكم الأجواء الجميلة من الطيبة وناس الطيبة وأهل الطيبة وما أدراك ما الطيبة. فبتأمل إنكم استمتعتوا، يعني بعد ما إحنا برضو هيك تقشنا لنا شوية بزر من عند محمص النخيل، بزراته عن جد طيبات، وشربنا مية ومش عارف شو. وإسا تذكروا معي جن الهواء ألف مرة طلع درجتين، ومع كمان ألف سكن على شط البحر. اليوم آخر البرنامج بالطيبة، عشان انتو متفاعلين معاي ومركزين وبتبعثوا تسألوا شو، بدي اعطيكم رمز من الرموز، رمز من الرموز، اول رمز بالوحجي راح اعطيكم اياه. ركزوا مليح باخر البرنامج. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا الزلم. السلام عليكم. حي الشباب، حي النشامة.
يا باشا مرحبا بك، كل عام بخير. انت بألف خير. رمضانك اهلا. بدي يمسك الميكروفون طلع على الكاميرا. عمي يا باشا شو اسم المحترم؟ ايمن مصاروه. يا مرحبا بك. مرحبا مرحبا. شو بتعمل حضرتك؟ جاي اشتري. عافية الباشا. غير هيك شو بتعمل بحياتك اليوميه؟ ولا شيء، بشتغل بروح حضار. الله يعطيك العافيه. ما هو شو نوع عملك؟ شوفير مساعد. عافية الباشا. لحديت اليوم كله ساقي شاحنات يا باشا. ما تكونش خلط بطول. لا لا بيقوم. عافية الباشا الله يعطيك العافية. كيف أجواء رمضان يا المحترم؟ والله الحمد لله الأمور تمام والناس مبسوطة الحمد لله. أجواء جميلة. أبرد شيء أبرد شيء. ربنا يكمل الأمور هاي على خير هيك بدنا. والله والله الناس متعطشة لتفضى عن بالها. الناس متعطشة لتعيد. الناس متعطشة لرمضان. عمو امسك الميكروفون وانت قدم البرنامج وقول مرحبا عمو. ايوه تقيل عليك. شو اسمه؟ اشرف. اشرف انت ابو اشرف؟ ايوه. الله يحمي لك اياه يا رب ويتربى بعزك ودلالك. تسلم. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. ما شاء الله صافنين في. ما شاء الله. لو مسموح نصور صغار كان. ها طلب احلان طلب اهمش. ايوه ايوه ايوه. ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنكم. باي عمو. ايوه يا باشا. ايوه يا باشا. حي الزلم حي النشامة حي الأجويد. السلام عليكم. وعليكم رحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا المحترم. حبيبي يا غالي الله يعطيك ألف عافية. رمضان كريم. رمضان كريم نعاد علينا وعليكم الصحة والسلامة. يعني والله هاي الأجواء الجميلة بشهر رمضان عن جد متعطشين الآن. طبعا ولا الحمد لله. شو اسم هذا المحل؟ غوستو إيطاليانو. يا باشا يا باشا والله أنا تعرف شو هاي المثلجات اللذيذة هاي مع هيك خلطة ممتازة هاي بتنعش القلب. هاي نعشنا قلبك يا الله يسعدك وديمك يا المحترم. إن شاء الله دايما أيامك سعادة هدات بال. حبيبي الأرض عليك. أنت كيف أوقات عملك؟ من بعد الفطور طبعا. لأي ساعة؟ ساعة واحدة اثنتين بالليل هيك أكثر شيء يعني. لا على العيد الصبح بتفتحوا ولا؟ على العيد بشكل عام بعد العصر. بعد العصر يعني. من أول يوم بتعيد؟ اول يوم بنعيد طبعا. ثاني يوم ثالث يوم بتدعى بنعيدش كرمال الزبون شغالين. عافية الباشا. شايفين جاي يشتغل على العيد. الاولاد اللي بيشاهدوا فينا هون بالطيبه هذا الباشا هون بده يعملكم اشياء من الاخر على العيد. اوعوا تاخروا عليه. كل عام بخير وانت بالف خير. رمضان كريم يا المحترم. الله يديمك. سلام عليكم يا النشامه. سلام عليكم يا الاجويد. سلام عليكم مرحبا بكم. هلا بالغوالي. سلام عليكم ابو اشرف. موجود من الموجود عند ابن الأجاويد والأجاويد هالمكسرات الجميلة والشقليط والروايح الحلوة. يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم. على فكرة يعني اوعى تشوف احنا هيك طبيعة برنامجنا يا باشا. مجبور انك تنفاجأ فينا ولا احنا بدنا نيجي نقول لك والله جايين عندك وجهز نفسيتك وجهز حالك. كل عام انت بخير. اهم شيء انت بخير. مرحبا بك يا المحترم. ليه؟ شو اسمك؟ محمد. محمد ايش؟ يا مرحبا بك يا الباشا. قد عمرك؟ 17. عافية الباشا. ومالك خايف يا زمر؟ عم بزمر خشوة يرخي يا باشا يرخي. ايوه اعطيها اعطيها. شو رايك بالاجواء ورمضان والمكسرات والدنيا والروايح الحلوة والمحمص؟ منيح الحمد لله الحمد لله. طب شو بدنا نشقلت؟ شو بتسمح لنا نشقلت؟ المحل. ريتك سالم. لا انا شايف هاي. قل لي بلشتوا تجهزوا شوكولاتة العيد؟ اها. شو عندكم انواع اللي هي فاخر من شوكولاتة العيد؟ اوكي جنيفا عندك وفي. تعال اشرح لنا. تعال تعال. ولا انا شو انا بعرف جنيفا ومنيفا ونيفا ونوفا ومش نوفا. تعال يا باشا. هاي السله بتيجي جاهزه هيك انت ورحت. تعالوا يلا مشي. طيب يلا هات نشوف شو عندكم اشياء للعيد اللي انت بتقول للناس مثلا. هاي الحلاوي الحلاوي صنعكم يعني؟ لا بتجيبوها جاهزه. أه. بس شكلها ماشي شيء من الاخر شيء شيء. يلا هات نشوف. بلش هون يا محمد. تفضل. هاي كل شكرا في الجنيفا. هاي الجنيفا هاي من صنع وين؟ دبي. دبي. هاي هي شو؟ سويسرا. سويسرا سويسرا سويسرا. شوفي كمان شوفي كمان انواع جديده هسه اللي هي موضتها على العيد. طب ما احنا كنا هناك لازم ترجع. يا زلمه انا عارف عنك يا زلمه الله يسامحك وضلوا رايح جاي فينا. خمسه بعين اللي ما يصلى على النبي. خمسه بعين عن جد شيء حلو. هاي السلة الجميلة تأخذوها جاهزة بتحطوها عندكم على 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 الطاولة وتبلشي لما بيجي أخوك عليك. بس بالأول بتعرفي قديش عايدك أخوك. أوعي أوعي تقدمي له حبة شوكولاتة أقل من 100. لا نقبل لا نقبل لا نقبل. بس عايدك أخوك ترفع السلة بتقول لك تحلى يا أخوي تحلى الله يرضى عليك يا أخوي. وإذا ما عايدكيش 100 يعني كوباية شراب مشي خلاص هيك على عينك يا تاجر.
اخوك والله لو بيجي عليك ببلاش استقبلي احلى استقبال وخذي شوكولاتك من عند الاجاويد. ومكملين معاكم متابعينا الاجواء الجميله من مدينه الطيبه، مدينه الطيبين والطيبات، مدينه الطيبه. طيبه يعني تعرف شو بدي اقول لكم شغله، عندنا بكسال احنا بنقول اذا الاكله بيقولوها زاكيه بلاك ثاني احنا بنقولها طيبه، فاحنا دائما كلمه الطيبه على لساننا طيبه. فاحنا هنا نكمل مشوارنا بالطيبه، بس حبيت اذكركم انه لحجي بتقول جن الهواء ألف مرة طلع درجتين ومع كمان ألف سكن على شط البحر. وين هالأجواء الجميلة والناس المبسوطة واللي جايين يسهروا ما بعد الفطور ويتناولوا العصائر ويتناولوا البوزة والكريب وكل هاي المواضيع اللي ما شاء الله تبارك الله. كملوا معنا، هلموا بنا من وين الفوتي؟ طلعوا هالأشياء الجميلة، حلوة والله، حلوة عن جد، حلو عن جد، حلو جد حلو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حتى اصحاب المحلات مش فاضيين يا عم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرحبا بكم، حيوا الشباب حيوا النشامه حيوا الاجاويد، يعطيكم العافيه. بدي اورجيكم شيء سيفتح نفسكم على الاخر على الاخر على الاخر يعني. طلع 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 طلع، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. يا باشا الله يرضى عنك، هلا بيك، رمضان كريم علينا وعليكم. كمل معاك، كمل كمل كمل، احنا عارفين مضغوطين. الله يبارك. اثنين بافيل واثنين اوريو. شو يا باشا؟ الله يسعد قلبك، رمضان كريم، بارك الله. مرحبا بك، مرحبا بك. شو بتطلع هون؟ خلينا بلكي ساعدكم انا شو اساوي. هاي هاي تعال ثاني، هاي شو بدها؟ هاي هاي بدها يوغورت. يوغورت شو بدك تحط عليها؟ 60 تصفيه. ما شاء الله، كيف بده يزبط يا اخي؟ بزبط يا اخي، كل هاي الاضافات لليوغورت، يعني انا بحب اليوغورت المزبوط بس مع اشياء. يعني احنا يشرفنا عمهل هسه، حاليا بدنا نشوف كيف تعملوا للزباين واحد يعني يوغورت. خلينا نشوف يوغورت شو بالعربي، لبن يعني ولا لبن؟ لبن. يلا هات نشوف، بعدك متحير يعني ولا ايش؟ انت بنحاول ان شاء الله. لا مش اللي هو بيعمله. هاي شوكولاته، شوكولاته اوريو. شوكولاته اوريو تيجي سايخه شوي، ممنوع تجمد. هاي لا تجمد على اللبن. الله يسعدك. تعالوا هاي الماجن هسه اللي بدها تطلع اللبن. يا اخي توقعت يوم من الايام انه احنا ناكل البوزه بخبز؟ خبز برضه في مع بفله. ما هو انا قصدي انه اليوم يعني بتذكر كان نكتب الزمانات اللي راح على فرنسا شافوا اجى عليه الجرسون قال له شو بدك تاكل؟ قال له زي هذاك، جاب له زي هذاك وجاب له قال له هات رغيف خبز. فهمت شو؟ فكر انه هاي يعني ايش؟ فالبوزه اليوم صارت بالفعل هي مع البفل ومع السخون ومع هاي التتش. بكى مره فانيل وشوكولاته، اليوم في عندك ملان انواع تتحبى وتتجلى اليوم. صحيح صحيح. الله يلا هات نشوف شو بدك تحط بعد. بدهم عليها كليك، صلصه رافايلو، نيكوبيلي، توبيجالي. هذول الثنتين لوحدين؟ لا. هاي ايش؟ هاي ميكوبيلة ابيض. حابين عليها كليك، صلصة لواكر. هات نحط صلصة لواكر كثير زاكي. هاي مع بافلة. هاي خبز. هاي خبز. هاي بافل يعني بسكو بافلة. بسكويت اللواكر. الله يسعدك. كليك. طيب قبل ما تجهز اروح اشوف باقي الشباب ونشوف انواع البوزه ونشوف الحركه غادي. يلا هلموا بنا، الله يبارك ويزيد ان شاء الله. هاي الشباب، هاي الشباب، عافيه الشباب، ما شاء الله تبارك الله. يا محترم مرحبا بك، رمضان كريم. يلا هات نشوف شو بدك تذوقني انا هسه. ايوه عم مسؤوليتك. هات نشوف لك كثير هالقد كثير على قلبك واخذانش. عن جد طيبة، مش الطير الطيبة بس هي زاكي، احنا بكسام نقول طيبة. شو هاي اللي ذوقتني اياها؟ هاي توت مع وجد. اوه فيها تتش حلو، طعم بجنن عن جد. ايوه يا باشا بفل بفل. يا باشا انت وظيفتك على البافل هون.
كل عام انت بخير. انت بخير الله يسعدك يا رب. بافل بكنافه؟ نعم صحيح. شو هالخرافيه هاي؟ هاي جديده. من وين انت؟ 2022. وبعدين معك ويا عالم، بعدين معك ويا عالم، بعدين معك حبيبي يا كبير. الله يرضى عليك. الله يعطيك الف صحه وعافيه. واحد يدوك تجرب. لا والله بغنى رجلك والله يا باشا، ان شاء الله بالافراح وهدات البال. الله يعطيكم الف عافيه. الله يحييك يا رب. يلا يا عمي، يلا يا عمي، يلا يلا. هاي يا باشا، وين راحت كوبايه اليوغورت؟ جعبها لشوفها كوبايه اليوغورت وين راحت؟ وين راحت؟ حيوا الشباب. شو بدي اقول لكم يا متابعينا؟ شو بدي احكي لكم؟ شو بدي اعمل لكم؟ هاي اجواء الرمضانية الجميلة من الطيبة ومدينة الطيبة والناس اللي سلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا حجي يا حجتنا انت والله بركتنا. تسلم. الله يمد بعمرك ويعطيك الصحة والعافية. الله يخليك. الله يهدي بالكم دائما دائما تطلعوا هيك بهدات بال يا رب. ان شاء الله علينا وعلينا. ايش حضرتك؟ الله يهدي مساجي. مساجي. الله يمد بعمرك ويعطيك الصحة. لمين هذا الحفيد؟ حفيدي. ما شاء الله حفيدي. شو عندك احفاد؟ الصلاة على النبي. هاي البنات وهاي الولد. صلاة على النبي، الله يحميهن يا رب ويخليك. يخلي لك عمرك. شو طبخت اليوم؟ بازيلا. لابد في شوي رز عجينة طبعا، ولا هاي يعني التوابع لابد من البازيلا بلحمة عجل انتم بتعملوها. زي القولة الشيء. طيب وين ساكنين؟ بالطيبة. يعني بالطيبة بعيد ولا قريب؟ لا قريبين ان شاء الله. مين دي يجي معنا نروح نكمل بعد ما اكلتش مليح؟ لا طب روح كمل اكل وبعد دا جو كل عندك. يا ميت اهلا. الله يسعدك ويسلمك. الله يسعدك. هايل من الطبخة بقى. الف صحة وعافية، بارك الله فيك. ان شاء الله دائما ايامك هدات بال. الله يديم المحبة واللمة. الله يخلي اللمات على الجميع. ان شاء الله يا رب. كل عام انتم بخير، رمضان كريم. انتم بالف خير. الله يديمك. الى اللقاء. هلا مؤمنة. شباب شباب سلام عليكم، يعطيكم العافية. رمضان كريم، رمضان كريم يا اخوان. تعال يا محترم، تعال تعال. انت نصحتني بشيء طيب وانا رديت عليك. عن جد شيء طيب. انت شو شريت منه؟ واكيد شريت منه. اكيد. شو اسمها هي كمان مره؟ توت بسديه. توت مع توت مع يوغورت. يا جماعه اللي قال لي اذوقها عن جد دقتها وطعمها مميز. توت مع يوغورت. جميع منها بنصح الجميع. شو بتعمل حضرتك؟ انا بشتغل شوفير شحن. فكرت شوفير فرشي يا باشا. اسمع بدي اسالك سؤال. بقولوا انه شو اسمه عن جد غريبه، ابو بريس شو كان اسمه؟ ابو بريس. ابو بريس ما غير ابو بريس. شو كان اسمه قبل ما يكون عنده ابن اسمه بريس؟ ابو بريس برضه. ابو بريس بس شو كان اسمه؟ مش بعرف ليش. عفي الباشا امبارح قالوا لنا بالناصر حسني في ام البحم. لا واليوم اليوم قالوا لنا حسنية اسم امه. بعرف ايش. الله يديم الصحة والعافية، رمضان كريم يا محترم. هلا مو بنا، هلا مو بنا. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا بك. كل عام بخير. الله يديمك. شو اسم المحترم؟ وسام. يا مرحبا بك وسام. ايش؟ وسام وليد حج يحيى. يا مرحبا بك. هلا بالطيبي وي. طيبي الطيبي وي الطي شو بيقولوها؟ الطي الطيباويين. الطيباويين مرحبا بك. شو بتعمل حضرتك؟ انا عندي صاحب محل ستريت ساندويتش. عافية عافية الباشا، الله يعطيك صحة والعافية. الباشا صغير شو اسمه؟ عمو. انا بخافش، انا بخوفش قصدي، انا بخوفش. شو اسمك عمو انت؟ ناي. ناي ما شاء الله اسم جميل وصوت جميل. ناي ناي اسم عم سما. الله يعطيك الصحة. كيف شايف أجواء رمضان؟ بتجنن السنة. الحمد لله هيك. الله هدي البال، ربنا يكمل الأمور على خير. إن شاء الله. هذا تبال إن شاء الله. الله يا رب. بارك الله فيك، الله يمد بعمرك، يعطيك العافية. كل عام وانت بخير. انت بخير. الله يديمك. مرحبا بك. مرحبا بك. هلموا بنا يا جماهيرنا، هلموا بنا، هلموا بنا. شفت حلاق؟ تعرفوا هاي الحلاقة وترتيب اللحية والشوارب باشا. وحلق يا حلاق بالموس الذهبي، وحلق يا حلاق تايج الأهلي. سلام عليكم. مرحبا فيك. مرحبا بك عم الحاج. مرحبا بك. مرحبا. رمضان كريم يا باشا. رمضان كريم. الله يسعدك وديمك. شو اسم المحترم؟ وليد عبد الكادر. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. صالونك الجميل هيك والناس نعيما يا باشا. الله ريتو ألف نعيما إن شاء الله. كيف أجواء رمضان؟ 100% الحمد لله. ولا في أحسن من هيك. عفي الباشا، عفي الباشا. قول لي شو رأيك بشواربي؟ إيه مش ضبطات. طلع 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 طلع. ناحة واقفة وناحة نازلة، كأن الناحة شمال تعبان شوية هيك. يا باشا واللحية هيك. الله يسعدك وديمك. كل عام وانت بخير. انت بخير. رمضان كريم. رمضان كريم. الله يهدي بالك ويسعدك ان شاء الله. ان شاء الله يسعدك. والناس بلشت تجهز حل العيد ولا بعد بكير؟ لا لا بدوا ان شاء الله. بدوا. بدوا. يعني في ناس بتحرق مهن في 2 و5 بيحلقوا الناس ما شاء الله. جيل الشباب دائما هنا الكل بيجي بيحلق دائما. انت عندك هيك زلام كبار اللي زباين قديمين ما عندك؟ ها ما في صوت. مين قديش صار لك حلاق؟ بصلي بيجي 30 سنه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه ورمضان كريم. الله يحفظك. الله يديمك. كل عام بخير. وحلق يا حلاق بالموس الذهبي، وحلق يا حلاق تايج الاهليه. ها
هالمو بينات نكمل بالطايبة. مرات بحاول اطلع عن النص، وتعرفوا هو الحلو بالموضوع والتصوير والبرامج انه انت ما تتقيدش بالتصوير، ما تقيدش انه في كاميرا، ما تقيدش ولا بشيء، خليك على طبيعتك وداعش. يعني بدي اقول لكم شغله، يعني على سبيل المثال اسا انا بدي افوت هون على محل اسمه جوري بالطيبه، بس طلعوا كل الناس وهن قاعد اهلا 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 اهلا، يلا نعطي السير نعطي السير نعطي السير. خذي كمان شوي يمين، خذي كمان شوي يمين عشان ما نعطلش السير، كمان يمين لقدام طبعا، يلا خذي يمين، فوتي 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 فوتي، كمان 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 كمان، حطت ليفرس، فوتي فوتي، ايوه ايوه ايوه، اقصى اليمين اقصى اليمين، فوتي 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 فوتي، كمان 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 كمان، يلا صباح الخير بخاطرك، مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ رمضان كريم زميلتنا العزيزه. رمضان كريم عليكم وعلينا، ان شاء الله ينعاد علينا كل سنه بصحه وخير وسلام وهدات بال، سلام وهدات بال وسعاده يا رب، الله يحمي لك اياهن. كبرت البنوتي، اي مثل عيد ميلاد، كبرت ست الكل. ايوه ايوه ايوه، زميلتنا العزيزه ليندا، يعطيك الف عافيه، الله يخليك. رمضان كريم علينا وعليكم. كيف شايفه اجواء رمضان؟ والله الاجواء دائما سعيده وبتعطي تفاؤل وامل، واحنا كثير بنحب رمضان بالجامعه، يعني ربنا هيك يكمل. والاهداف بال، والواحد الصبح بصوم وبعدها جمعه العائله والناس، لابد منها لابد من هاي الجمعات. الايام العاديه فيش، بطل هاي لمه العيله، بطلت الكل مشغول بتعليمه باهتماماته، وعشان هيك الواحد كثير مشغول. ربنا يعطيك الصحه والعافيه، وما شاء الله طالعه على حفله شيء ولا وين؟ والله في كان حفلات عندي. الله يعطيك الف عافيه رمضان. اليوم لا اليوم والله عند الوالد راح مبين، يعني طالعين الله يهدي بالكم، ان شاء الله رمضان كريم. شو طبخت اليوم؟ اليوم شو طبختي؟ ستيك انتريكوت اليوم. كملوا، خذوا 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 الميكروفون وروحوا يا عمي، انا اسوق عنك اسوق عنك. ظل ظل عندك ولا ما ظلش؟ والله ما ظل ولا شكفه. اي علينا. ألف صحة وعافية من باب المزح، ربنا يعطيك الصحة والعافية، رمضان كريم ليندا. علينا وعليكم. الله يخليك يا رب، كل عام بخير. وأهلا وسهلا فيك بالطيبة. الله يسعدك. الطيبة منورة بأهلها وناسها. الله يخليك. شكرا لك. هلا أم بنا، يلا. يلا. يا باشا. مرحبا بك، مرحبا بك. حي الزلم، افتح الطريق يا باشا، روح طالعة طالعة طالعة. طالعة طالعة، هلا أم بنا. الله أكرم. السلام عليكم. يعطيك العافية. رمضان كريم يا حج ويا حجتنا، انت والله بركتنا، فيك بتكمل فرحتنا ما احلى هدات البال. ربنا دائما يعم السعادة وهدات البال. شو لنا اتعرف عليك؟ ايه انا اسمها حج يحيى، صاحبة مطعم كافيه جوري. ما شاء الله تبارك الله، الاجواء جميلة والناس مبسوطة وبيسهروا هيك، وخصوصا الليل ليل من ليالي الدافية هيك، ما بعد برد وما بعد ما بعد. كيف شايفة رمضان السنة؟ حلو بجنن الحمد لله. لا اسم تمام. ما شاء الله. طب احنا الحمد لله بجنن، يعني بعين الله. تعالي تعالي، احنا بدنا نشوف شو عندكم اشياء لذيذه هيك بتطر المعده وبتطر القلب. يلا غير هذا الدبدوب اللي هون الزهري، دبدوب دبدوب. ايوه مرحبا بكم جميعا، هلا فيك. انتوا يعني اكثر، انتوا اكثر تعتمدوا على التحلاي والكافيه والاكل؟ في عنا افطار. في عندكم افطار رمضان؟ في عنا افطار رمضان. حلو، يعني ايش ايش ممكن يكون عندكم افطار؟ زي ايش الانواع مثلا؟ موزه، منسف، انتريكوت، فيليه، اسماك. وكمان هي عنايه شريكتي. يعطيك العافيه. يعافيك. هلا حبابك، اهلا شرفتنا. يعني انت شريكتها ما شاء الله، هي ما شاء الله. وانا شريكتها. يعني الله يوفقكم ان شاء الله دائما للخير، ودائما هيك ربنا يعطيكم. محلكم مميز المزبوط. هاي ورود اول ما هاي ورود طبيعيه وحاطين عليها قزاز شيء ولا انا تخيل طبيعي؟ لا لا، ما هو لا انا قصدي انه طلع للحظه من اللحظات، من كثر ما الصوره جميله فكرتها 3D. والله الصوره جميله. شو اللي خلاني افكر انه كمان في لوح قزاز هون كله؟ هاي الشغله اللي هون عن جد ذوق. مين هذا الديكور؟ ذوقنا. ما شاء الله ذوقنا، ذوق رفيع عن جد. ايش يعني هذا هنا بس نسائي؟ عندنا نسائي وعائله.
يعني الصبح اكثر نسائي. بيجوا احنا عندنا من الاحد الخميس كله نساء، جمعه سبت عائلات، بس احيانا بيمسع الاسبوع بيجوا زوج عائله هيك فبنستقبلهم. فكره مين هاي منكم بالضبط؟ ثنتين. قديش صار لكم فاتحين المحل؟ صرنا هاي سنة. قديش؟ 11-4 اللي مرق سنة. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. هاي كلها أفكار كل الورد هذا اللي نازل هيك و... الورد ما أفكار كله. ولا أي حد خياراتنا حتى الكراس من الإشي البسيط للإشي الكبير. طيب إحنا يعني يسعدنا إنه أمثالكم في وسطنا العربي لهيك تمد تفكيره لأشياء راقية يتليق بمجتمعنا. أنا بحييكم كشخص عمو خميس، يعني أنا كعمو خميس بالفعل بحييكم على أفكاركم الراقية جدا. وقناة هلا كل احترام لكم. أحلى قناة قناة هلا حبايبنا. يسعدكم وديمكم موفقين إن شاء الله. خلينا نحليكم. طبعا طبعا طبعا. مش عارفين إنه هسا متابعينا الأعزاء بدي يحلوني وبدي يشربونا ومدين مش عارف شو، عشان هيك بدي أقول لكم تذكروا مليح. جن الهواء ألف مرة طلع درجتين مع كمان ألف سكن على شط البحر. اليوم وعدتكم أعطيكم رمز من الرموز، أعطيكم رمز من الرموز، والرمز اللي بدي أعطيكم إياه ركزوا فيه منيح 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 منيح. مين جن هوا بمين؟ ركزوا مليح. جن الهواء ألف مرة طلع درجتين مع كمان ألف سكن على شط البحر. مين جو جن بهوا مين؟ هذا الرمز من الرموز. فكروا مخمخوا عدلوا، اللي بلاقيني بالشارع بجاوبها راح نقول لكم بعدين. من الطيبة ومدينة الطيبة وناس الطيبة وأهل الطيبة بقولكم ليلتكم سعيدة من شهر رمضان الكريم من أيام الفضيلة. يعطيكم ألف عافية. مرحبا بك هلا عبر قناة هلا. تصبح على ألف خير. السلام عليكم.